بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في الفاتيكان. الكنائس الأرثوذكسية في المملكة تحتفل بعيد الصليب المقدس. افتتاح العام الجديد لكلية الفلسفة واللاهوت في الإكليركية الكبرى في بيت جالة. وفي نشرتنا أيضاً، مجموعة كشافة كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا تحتفل بتجديد الوعد الكشفي. أهلاً بكم. خلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، أكد قداسة البابا فرانسيس لجموع الحاضرين من العراق والأردن وكل أرجاء العالم أن قراءة الكتاب المقدس لا تكفي، بل أننا بحاجة إلى فهم معانيه والخروج من حدودنا الذاتية لملاقات الله. وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، تكلم البابا اليوم عن الشماس فيلبس الذي انطلق بحماس مدفوعا من الروح القدس على طريق مهجور وخطير ليلتقي بالحبشي الذي كان يجلس في مركبته ويقرأ الأنشود الرابعة لخادم الرب من سفر النبي أشعياء. أوضح البابا أن الحوار بين فيلبس والحبشي يجعلنا نفهم أنه لا يكفي أن نقرأ الكتاب المقدس، فنحن بحاجة إلى فهم معانيه والعثور على العصارة من خلال تجاوز القشور. فكي يدخل الشخص إلى عمق كلمة الله، يجب أن يخرج من حدوده الذاتية لملاقات الله والتشبه بالمسيح الذي هو كلمة الآب الحي. إنه ذاك المسيح الذي بفصحه يضيء التساؤل الوجودي للحبشي ولكل إنسان محبط أو مهمش، ليرى في يسوع رجاء الميلاد الجديد. واختتم البابا طالبا من الروح القدس أن يجعل المعمدين أشخاصا يعلنون الإنجيل لجذب الآخرين لا لأنفسهم بل للمسيح، أشخاصا يعرفون كيفية جعل الآخرين أحرارا ومسؤولين أمام الرب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Senza il Signore è impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario. Senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere l'ignoranza delle Scritture e l'ignoranza di Cristo. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من العراق
ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. من المستحيل بدون مساعدة الرب لنا أن نفهم الكتاب المقدس بعمق، والعكس صحيح أيضاً، فبدون الكتاب المقدس تظل أحداث رسالة يسوع وكنيسته في العالم غير مفهومة. وقد كتب القديس إيرينيموس بحق أن نجهل الكتاب المقدس هو أن نجهل المسيح ذاته. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من الشرير. احتفالاً بعيد رفع الصليب المقدس أقيمت في العديد من كنائس المملكة احتفالات حاشدة بهذه المناسبة المباركة، اشتملت على قداديس دينية وتراتيل مميزة حضرها جموع كبيرة من المؤمنين. إلى التفاصيل. لكل الرافة ليرتسم علينا نور وجهك. احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في محافظات المملكة بذكرى عيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خدمة الغروب الاحتفالي في كنيسة القديس جورجيوس الفحيص، وشاركه بالخدمة جموع من الآباء الكهنة وسط حضور كبير لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. وبعد الخدمة طاف الجميع بشوارع المدينة حاملين ذخيرة الصليب المقدس والصليب المزدان بالورود والرياحين، وفي نهاية الخدمة أشعل سيادته النار ووزع بركة من ثمر الرمان. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس عنجرة احتفل قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن بخدمة غروب عيد الصليب بمعاونة الأب عيسى عياش، حيث صدحت جوقة الكنيسة بالتراتيل الخاصة بهذه المناسبة. وفي ختام الخدمة توجه الجميع لقاعة الكنيسة لنيل البركة والاحتفال بالعيد الثالث على تأسيس شبيبة الكنيسة، حيث عرضت الشبيبة فيديو قصير عن النشاطات والفعاليات التي قدموها خلال الأعوام الماضية وعن نشاطاتهم القادمة. الملك قسطنطين ظهرت علامة من السماء بهذه العلامة تغلب، وفعلا انتصر ودخلت المسيحية في العصر الذهبي. وهذا الحكي بعد 312 ميلادي لما تسلم الإمبراطورية الرومانية وبلشت ازدهار للكنيسة المسيحية ببناء الكنائس. فالصليب دائما عند الهالكين كما يقول القديس بولس الرسول هو جهالة، أما عندنا المخلصين فهو قوة الله. ولما نعمل أي عمل في حياتنا اليومية بنرسم علامة الصليب، لما نسافر، لما نبارك الأكل، لما نعمل أي شيء دائما بنأخذ بركة الصليب، ولما نرسمه بإيمان ننال هاي القوة من الله. فبهاي المناسبة نتقدم من النورسات بشكر الجزيل وشكر العميق لما أبدوا من تعاون، وخاصة طاقم العمل والدكتورة باسمة على وجه الخصوص لأنها ست فاضلة ومتعاونة إلى أقصى الدرجات وعمل النورسات هو بمثابة عمل مسكوني بشرف كل واحد منا، وربنا يعطيهم القوة والمقدرة يكملوا هاي الرسالة العظيمة في خدمة كنيسة المسيح، وربنا يحميها ويحمي كل طاقم النورسات ويبارككم بقوة الصليب. بلشنا بهاي المسيرة الكشفية لأول مرة في كنائس الروم الأرثوذكس في شمال الأردن. كانت كنيستنا أول كنيسة بتبادر بهاي المبادرة، ونشكر ربنا الحمد لله إحنا الآن في يعني بلشنا بسنتنا الثانية، بلشت كنائس في شمال الأردن من كنائس الروم الأرثوذكس تخطو هاي الخطوة المباركة، ونشكر ربنا صارت احتفالاتنا مليئة بالبهجة ومليئة بالفرح، وكل أبناء الرعية قدرنا نجمعهم ونلمهم حوالين الكنيسة بطرق عصرية اللي هي باستخدام الكشاف اللي إشي الممكن يساعد كل أبناء الرعية ويحمسهم للخدمة. فنشكركم على وجودكم معنا.
كل سنة وأنتم سالمين. بمناسبة عيد رفع الصليب المقدس، أنا من شبيبة القديس سلوان الآثوسي، اليوم شاركنا بكنيستنا حتى نحتفل مع بعض بهذا العيد مع الرعية، حيث أنه إحنا كمان عيد القديس سلوان كان بيوم الثلاثاء، فجمعنا العيدين مع بعض حتى نبين للناس أنه إحنا كنا بثلاث سنين صار لنا شبيبة، وإن شاء الله بنعمة الصليب بنكمل المسيرة اللي بلشنا فيها. بحب أحكي للجميع كل سنة وأنتم سالمين، الصليب المقدس يحفظكم ويكون معنا كلنا جميعا، ويحمي هالبلد ويعم السلام بكل العالم حتى نقدر نحتفل ونقدر نكون فعالين بمجتمعنا حتى نطلع الصورة الأفضل عن المسيحية. وشكرا لكم. وفي الختام وبحضور الجميع، أشعل قدس الأرشمندريت رفائيل النار ووزع ثمار الرمان على المحتفلين. وفي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية، احتفل رعاة الكنيسة الأباء إبراهيم دبور وباجس خوري وبطرس جنحو بخدمة غروب عيد الصليب بحضور حشود من المؤمنين. وألقى الأب دبور كلمة روحية عن أهمية الصليب في حياتنا وعن قصة اكتشافه، متمنيا للجميع عيدا مباركا نفتخر به كل عام بالصليب الكريم. يقول المزمور: نظرت إلى العلاء من حيث يأتي عوني. العلاء هو أورشليم، العلاء هو الجلجلة، العلاء هو موضع الصليب، ومن الصليب يأتي عوني، لأنه بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. بالصليب الله الابن نزل إلى أقصى دركات الأرض، بالصليب المسيح قد حطم الشيطان، بالصليب المسيح فجر الجحيم، بالصليب المسيح أعطاني حياة أبدية لروحي ولا جسدي. اوعى تفكر إنه المسيح أجي يخلص بس روحك، أجي يخلص كمان جسدك. عشان هيك الكنيسة الأرثوذكسية بتكرم عظام القديسين، لأنه مش العظام اللي بتسوي عجائب، لكن نعمة الله اللي قدست هذا الإنسان نفساً وجسداً هي التي تفعل من خلال العظام ومن خلال روح القديس اللي موجود في السماء. وبعدها توجه الآباء الكهنة والمؤمنون لساحة الكنيسة ليشعلوا شعلة النار وهم يرتلون: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. وتوجت صلوات الغروب في اليوم التالي بالاحتفال بالذبيحة الإلهية، ترأسها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي. عاون سيادته في الخدمة قدس الأرشمندريت قسطنطين كرمش وقدس الأيكونوموس سالم مدنات بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور جموع غفيرة من أبناء الرعية. وفي عظة القداس ألقى سيادته كلمة روحية تحدث فيها عن تاريخ عيد الصليب، حيث قال: الكنيسة بتتذكر الألام الخلاصية الطوعية لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي كابدها من أجل خلاصنا. اليوم هو يوم حزن ويوم صلاة ويوم مراجعة للذات. مراجعة الذات هي نحن أبناء قرن 21، أين نحن من صليب المسيح؟ وهل نحن أيضاً نصلب المسيح في حياتنا؟ المسيح أظهر محبة لإلنا بتجسده، بمكابدة الألام من أجلنا، حتى إنه مات على الصليب حتى نحن نعيش، حتى نحن نغلب على الخطيئة
ونغلب على الموت ونغلب على الفساد. المسيح مات حتى نحن نعيش. المسيح نزل للأرض حتى نحن نصعد للسماء. المسيح تألم حتى نحن نعيش. هذا الشيء أبنائي شيء مهم إن نحن في هاي الفترة نراجع ذاتنا ونشوف وين نحن من الصليب في حياتنا، وين نحن من كل هاي المحبة، محبة إلهنا لإلنا. وختم سيادته بدعواته الأبوية للجميع بأن يكون الصليب معهم ويحميهم. وفي ختام الصلاة بارك سيادته المؤمنين بالصليب المقدس، وبعدها وزع عليهم ثمار الرمان. وفي ذات المناسبة أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا مهيبا بعيد رفع الصليب المقدس، اشتمل على العديد من الفقرات بحضور جموع كبيرة من الشخصيات الدينية والرسمية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يعلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. تحت رعاية سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون احتفالا دينيا مهيبا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم بحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك، وحشد كبير من الشخصيات الرسمية وممثلي الكنائس الرسولية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجموع كبيرة من مختلف محافظات المملكة. في بداية الاحتفال قدمت مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية عزف السلام الملكي، وافتتحت الكلمات من قدس الأب إليكسيوس خاقيش أعرب للجميع عن فرح الكنيسة بعيد رفع الصليب المكرم، معتبرا هذا الحدث انتصارا للكنيسة بشكل عام. أيها الرب، يا من رفع على الصليب طوعاً، امنح رأفتك للمؤمنين المجتمعين اليوم تكريماً لعيد صليبك الذي بسطت يديك عليه طوعاً باختيارك لخلاصنا. فرحهم بقدرتك لتكن لهم يا رب نصرتك سلاح سلام وشعار انتصار. بارك يا رب بقوة صليبك النادي الأرثوذكسي وهيئته الإدارية، وارشدهم لعمل الصالحات والموافقات، لأن صليبك يا رب هو حياة وقيامة لشعبك وفيه رجاؤنا. فهلموا جميعنا نسجد للعود المبارك الذي به تم العدل السرمدي، فالمجد لتدبيرك الرهيب من أجلنا أيها المسيح الإله الذي به خلصت الجميع، فيا صليب المسيح خلصنا بقوتك. وفي كلمة رئيس النادي الأرثوذكسي السيد فوزي شنودة ألقتها عنه بالنيابة السيدة منى زغلول أمير سر النادي، رحبت خلالها بصاحب السيادة المطران خريستوفوروس راعي الحفل والأساقف الحاضرين والأباء الكهنة وجموع الشعب، مؤكدة أن النادي الأرثوذكسي هو بيت الجميع بكل محبة واعتزاز، وتحدثت عن مرافق النادي وتوسعاته الجديدة وعن الخطط المستقبلية له. اليوم هو عيد رفع الصليب المحيي، فلنستقبله بتراتيل النصر والابتهاج ونقول: يا من ارتفعت على الصليب طوعاً أيها المسيح الإله، امنح بركتك على هذا النادي وكلله بنعمتك الإلهية لتقوده إلى ميناء الازدهار والرفعة، ليستمر في تحقيق أهدافه النبيلة، وأمطر علينا وعلى عائلاتنا كل نعمة من لدنك.
النادي الأرثوذكسي وبفضل مؤسسيه وتضافر جهود الهيئة الإدارية الحالية وجهود الهيئات الإدارية المتعاقبة ولجانه العاملة وإداريه ومنتسبيه وداعميه، استطاع وبقوة أن يكون معلماً بارزاً من معالم هذا الوطن الجميل وصرحاً أرثوذكسياً شاهقاً نفتخر به ونعتز بازدهاره. وفي الختام أشكر حضوركم الكريم وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل المقدس، داعية إلى الرب الإله أن يكون التوفيق والنجاح حليفكم في حياتكم العامرة بالمحبة والإيمان، وأن يديم نعمة الاستقرار والأمن والأمان على هذا الوطن الغالي في ظل ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وبعدها ألقى سيادة المطران خريستوفورس راعي الاحتفال كلمة معايدة للجميع بمناسبة عيد الصليب المكرم الذي يجمع الأحبة في هذا الصرح المبارك، وتحدث سيادته بجانب روحي مميز عن الصليب الذي كان أداة الخلاص حينما صلب رب المجد عليه، وروى سيادته للجميع قصة اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانا والبطريرك مكاريوس. الشعب كله كان يصرخ والصليب يرتفع في كنيسة القيامة ويبارك كل العالم من المدينة المقدسة، وهذا بتجدد هاي المباركة كل سنة بعيد رفع الصليب. ما بتفكروا أبنائي إنه عيد الصليب هيك بمر، اليوم بركة الصليب هي مع كل واحد فيكم، هي مع كل بيت من بيوتنا، مع كل مؤسسة من مؤسساتنا، مع كل مدرسة من مدارسنا وجامعاتنا، مع الوطن كله والعالم بأسره. هاي هي قوة ومفعول عمل النعمة الإلهية في داخل جسد الكنيسة اللي بتعطينا هاي النعمة والبركة إنها تنعكس على حياتنا. أبنائي، المسيح مش فقط مات على الصليب من أجلنا وخلصنا وافتدانا بدمه الكريم على الصليب، ولكن كمان ما اكتفى بهاد، ولكن هو كمان كان وهو بيبقى وهو اللي بيساعد كل واحد فينا بحمل صليبه الخاص الشخصي، لأنه مين منا بدون صليب خاص؟ كل واحد بيحمل صليبه الخاص اللي الله وحده بيعلم بمعاناة كل واحد فينا بحمل صليبه الخاص. وختم سيادته برفع الصلاة لأجل السيد فوزي شنودي رئيس النادي بأن يمنحه الله الشفاء العاجل ببركة صليبه المحيي المقدس. أرسموا صليبكم صح من فوق تحت البطن لليمين وللشمال، هاي هي قوة إيماننا وهاي هي نعمة وبركة الصليب اللي هي تكون معكم تبارككم. وبهاي الأمسية كمان منرفع صلاتنا للسيد فوزي شنودي الشخص اللي منحبه رئيس هذا النادي، حتى ربنا يعطيه الصحة، يعطيه كل نعمة وبركة، ومن خلاله صلاتنا لكل إنسان مريض في فراش المرض موجود في مستشفى من مستشفيات البلد والعالم، منصلي لربنا إنه نعمة وبركة الصليب تكون معهم حتى يجتازوا مرضهم بنعمة بصبر وبركة. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي. شكراً. وأحيت جوقة رقاد السيدة العذراء في محافظة المفرق بقيادة المرتل الأول في شمال المملكة الدكتور رامي سماوي الحفل البهي بلوحة فنية رائعة من التراتيل بهذه المناسبة المقدسة. Oh.
وفي نهاية الحفل صلى سيادته على حبات الرمان وأضاء النار في مشهد ختامي رائع. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة وتنصيب قائد كشفي جديد، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب فراس عريضة راعي الكنيسة، بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجموع كبيرة من المؤمنين. إلى المزيد. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع الرأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب فراس عريضة راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع، بمشاركة الأب سالم لولس والأب أكرم مشربش وقادة المجموعات الكشفية المختلفة، وحضور ذوي أفراد الكشافة وجوقة الكنيسة والراهبات وجموع المؤمنين. وبعد رفع الطلبات وتلاوة كلام الكتاب المقدس، ألقى الأب فراس عظة القداس التي أشاد فيها بالعمل الكشفي قائلا: إن الحركة الكشفية هي الشريان الرئيس لكل من يريد أن يتقدم في السن والحكمة عند الله والناس، فهي التي تعلم وتهذب الإنسان ليكون في حياته متواضعا يخدم الآخر ويعطي دون مقابل. الخدمة في الكشفية تعتبر من أهم الأعمال اليوم، ويجوز اعتبارها سر التجسد الكشفي على مثال السيد المسيح. أكد بادن باول أن الخدمة في الكشفية تجعلنا نمرح ونلعب في فريق الله، ويسعدنا ويجعلنا نسعد الآخرين في خدمتنا. هذه دعوة الكشفية اليومية إلى الخدمة. ما يقال ليس ما يعاش. كلمة مؤسس الحركة الكشفية حياة تعاش وليست كلمة تقال، هي جوهر هذه الحركة التي لا يمكن أن تعرف أو توضع في قالب ما أو أن تشرح في كلمة أو سطر أو مقال. رواد الحركة الكشفية دائما يرددون قول كشاف يوم هو كشاف مدى الحياة، في إشارة للأثر الذي تتركه الكشفية على الإنسان حتى وإن كان ذلك الأثر
لم يتجاوز اليوم الواحد. وخلال القداس وبعد تعيين قادة جدد، تقدم قادة المجموعة وأفرادها مجددين وعدهم الكشفي أمام مذبح الرب، مستمرين في خدمتهم التطوعية للكنيسة والمجتمع والوطن. وقدم قائد المجموعة زيد المصري كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوهم احتفالهم الكشفي 11، مجددين فيه عهدنا السنوي بأننا سنبقى ممتلئين بالعطاء ومعطرين بالوفاء للكنيسة والوطن وخدمة المجتمع بمسيرة كشفية متجددة وواعدة بحياة مليئة بالعمل والمساعدة غير المحدودة. احنا مجموعة كشافة ومرشدات يوحنا المعمدان، القديس يوحنا المعمدان مادبا، اليوم احتفلنا بتجديد الوعد الكشفي للسنة 11 على التوالي. تجديد الوعد الكشفي هو يقوم فيه القيادة بتجديد انتمائهم وولائهم للكنيسة وللمجموعة الكشفية. بحب أوجه شكر للقدس الأب فراس عريضة، هو الكاهن المسؤول عن رعية مادبا حاليا، وأيضا لأوجه الشكر للأب إبراهيم نفاع اللي هو المرشد الروحي لهيئة كشافة المرشدات الكاثوليكية في الأردن. وأيضا أحب أوجه للتلفزيون نورسات على دعمهم وتواجدهم معنا دائما في جميع احتفالاتنا. وبعد أن منح الآباء الكهنة البركة الختامية، التأم الجميع في باحة الكنيسة، حيث أقامت المجموعة احتفالها الكشفي 11، والذي تضمن تقديم فعاليات منوعة وفقرات دينية ووطنية وعزف على الآلات الموسيقية قدمها أفراد المجموعة. حيث اختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية باسم المجموعة لمستحقيها. افتتح الأب الدكتور يعقوب رفيدي رئيس المعهد الإكليريكي في بيت جالة السنة الأكاديمية الجديدة لكلية الفلسفة واللاهوت في الإكليريكية الكبرى بحضور المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس وعدد من كهنة المعهد والمنطقة وطلاب المعهد الإكليريكي. وخلال الافتتاح الذي حضره مدرسو المعهد والأخوات الراهبات ورؤساء المؤسسات الكنسية في منطقة بيت لحم، قدم كل من الأبوين برنارد بوجي وديفيد ميلي عرضا موجزا لرسالتيهما في درجة الماجستير بعنوان أهمية الحرية والإنسانية للأب بوجي والبطريركية اللاتينية الأورشليمية في تقارير الأعتاب الرسولية للأب ديفيد ميلي. كما تم خلال الحفل عرض النشاطات الأكاديمية في العام المنصرم وتكريم الطالب المتفوق بدرع التميز. احتفلت مدينة بيت سحور في فلسطين بانطلاق مسيرة سوق حكاية وشعلة تذكار بحضور المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس وعدد من الكهنة وحشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. سوق حكاية وشعلة تذكار، من هنا بدأت الحكاية من مدينة الرعاة، مدينة المحبة والسلام، مدينة انطلق منها رسالة الميلاد. من هنا انطلق مهرجان سوق حكاية وشعلة تذكار للسنة الثانية على التوالي. بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من أمام مبنى البلدية في بيت سحور بحضور سيادة المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس ومعالي وزير الثقافة الفلسطينية
الدكتور عاطف أبو سيف، وعطوفة محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية مدينة الرعاء جهاد خير، والكهنة الأجلاء والمسؤولين ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات والوفود وأهالي المحافظة والمدينة. بفرح عميق تم قص شريط الافتتاح عند مدخل السوق والسير في أزقة وشوارع بيت سحور القديمة برفقة فرقة مزمار للفنون الشعبية، وصولاً لساحة بئر السيدة العذراء، حيث تم البدء بمراسم افتتاح المهرجان وإلقاء كلمات ترحيبية وإنارة شعلة الانطلاق. لقاؤنا اليوم في بيت ساحور هو لقاء المحبة والأخوة والانتماء لهذه الأرض ولهذه البقعة المباركة من العالم التي فيها تجسدت محبة الله للبشر. نلتقي في بيت ساحور في رحاب بقعة مباركة منها انطلقت رسالة الميلاد، ورسالة الميلاد دوما هي رسالة سلام ومحبة وأخوة، وهذا ما احتفلنا به في هذا المساء. هذا المهرجان إنما هو تعبير عن عراقة حضورنا وتاريخنا وتراثنا، وتأكيد على أن المسيحيين في هذه الديار متمسكين بتاريخهم، متمسكين بعراقة وجودهم. فلسطين بالنسبة إلينا هي أرض الميلاد، هي أرض الفداء والقداسة، واجتماعنا اليوم هو للتأكيد على عراقة هذه الأرض وقدسية هذه الأرض التي نحيا فيها بأسادنا، ولكنها ساكنة في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا. تحتفل اليوم مدينة بيت ساحور وبوجود كل الشخصيات الاعتبارية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور عاطف أبو سيف وعطوفة المحافظ وسيادة المطران عطل حنا ورؤساء البلديات والشخصيات الاعتبارية ورجال الدين وكل أهالي مدينة بيت ساحور هنا في ساحة بئر السيدة العذراء في هذا المكان المقدس في قلب المدينة المقدسة وفي قلب مركز مدينة بيت ساحور، مدينة العصيان المدني. هذه المدينة صاحبة التاريخ النضالي وصاحبة الثقافة والحضارة وأصل الحكاية، ومهرجان سوق حكاية لهذا العام جاء أيضا ليحيي كما أحيا في السنة الماضية، جاء ليحيي في هذه السنة أزقة البلدة القديمة وأروقتها وكل زواياها، وأيضا جاء بالتزامن مع مؤتمر ICCN وهو مؤتمر التعاون الثقافة الدولي على مستوى العالم، وبصفتنا نائب رئيس لهذه الشبكة، وهذا أيضا فخر واعتزاز لمدينة بيت ساحور ولكل شعبنا الفلسطيني. وأيضا انتخبنا في العام المقبل لكي نكون رئيسا لشبكة ICCN كتشير بيرسون للشبكة وللمؤتمر في العام القادم الذي سيعقد في دولة كوريا الجنوبية. فهذا ما يميز هذا المهرجان، ما يميز هذا المهرجان هو الوجود العظيم والجمهور العظيم الذي حضر هذا المهرجان لإحياء البلدة القديمة، لعرض الصناعات الحرفية، لتذكير الناس بالحكاية الأصلية، بالمأكولات الشعبية، بالأزياء الشعبية، بالرقص الشعبي، وبكل أصل الرواية وأصل البشارة في هذه المدينة المقدسة، وهي عندما بشر الملاك الرعاة بميلاد سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. فأهلا وسهلا بالجميع وكل الاحترام لمن حضر، ورسالتنا أن نحافظ كشعب فلسطيني على صمودنا وتراثنا وحضارتنا التي هي أصل كل الحضارات، شاء من شاء وأبى من أبى. وإن شاء الله السنة الجاي أيضا سنحتفل في هذا المهرجان، وسيكون عنوانه تحرير القدس عاصمة دولة فلسطين العربية المسيحية الإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى. تخلل المهرجان عروض فنية رائعة وأكشاك وأجنحة متعددة، فكانت كل زاوية لها قصة وحكاية وعروض مميزة، مأكولات تقليدية فلسطينية. واشتمل المهرجان الذي استمر لمدة 3 أيام متتالية خيمة تصوير ورسم على وجوه الأطفال ومعرضا للكتاب والعديد من الفقرات الثقافية والترفيهية التي نالت إعجاب الحاضرين وعكست أصالة وحضارة وتاريخ مدينة بيت ساحور.
برحب فيكم في سوق حكاية رقم 2 لهذا العام. سوق طبعا الهدف الأساسي منه إحياء البلدة القديمة في بيت ساحور. الجديد في مهرجاننا السنة هو تكبير مساحة السوق لاستيعاب المزيد من الفعاليات والأسواق الحرفية والطعام التقليدي. الجديد فيه كان في أول يوم اللي هو الأوبريت في 7 دقائق، أجملنا تاريخ بيت ساحور الديني والسياسي، وكان الأوبريت غنائي راقص، وشارك فيه نخبة من فنانين بيت ساحور، كلمات شاعر أمان الله عايش، وتوزيع مايسترو يعقوب الأطرش، تلحين تامر الساحوري، واشترك فيه العديد من الفرق. أيضا السنة سلطنا الأضواء على فترة الثمانينات، بمعنى الدبكة في فترة الانتفاضة، المغنيين مغنيين الزمن الجميل اللي كانوا بهاي الفترة. احنا في آخر يوم الآن وبنقدر نقول إنه الحمد لله بتوفيق من ربنا صار في نجاح كبير للسوق، ونأمل تكراره إن شاء الله السنة الجاية. شكرا. هالمهرجان اللي بيدعم التراث بيدعم الأزقة والمحلات الموجودة في داخل أزقة بيت ساحور. إن شاء الله بكون المهرجان مثمر، وإن شاء الله بنتعرف على هالشوارع اللي موجودة في بلادنا والشوارع الحلوة بصراحة بأهلها وناسها. وبشرفني وبسعدني أني أكون موجود اليوم، وإن شاء الله بكون المهرجان حلو بالحضور الحلو وبدعم ومحبة الناس. سوق حكاية للسنة الثانية على التوالي، وأنا من المشاركين في سوق حكاية مع بلدية بيت ساحور. وسوق حكاية وجد هذه السنة الثانية لإحياء التراث الساحوري والفلسطيني في بيت ساحور، وكمان كل مؤسسات وجمعيات بيت ساحور عم بتشارك في هذا السوق، ولإحياء هذا التراث، لإحياء الجمعيات الساحورية، لإحياء التراث الساحوري، حتى نعيد كمان البلدة القديمة زي ما أنتم شايفين، نعيد تراثها. نعم ممكن يكون سوق شامل فلسطين، هو ليس فقط محلي، كمان ما تنسوا أنه في عنا 22 دولة أوروبية مشاركة زي جمعية ICCN. واحنا امبارح اعلن رئيس بلديه بيت ساحور مشاركته او عضويته ورئاسته لهذه الجمعيه، لانه كمان من كل دول العالم، ونحن كثير بنرحب في اي دوله او اي جهه فلسطينيه او مدينه فلسطينيه بتحب تشارك، فاهلا وسهلا. فاحنا بيت لحم بيت جالة بيت ساحور، فاحنا بنكون بلد وحده، وزي ما حكينا نحن بوابه سياحيه لكل فلسطين. وها هو المهرجان الثاني لسوق حكاية وشعلة تذكار الذي يجسد عراقة وتاريخ المدينة من خلال كل مواطن لديه الانتماء والحب الصادق لتراب وطنه. للسنة الثانية على التوالي تحتفل مدينة الرعوات بيت ساحور بسوق حكاية الذي يمثل إحياء التراث والأزقة القديمة بشوارع وأزقة مدينة الرعوات بيت ساحور. للنورسات مارلين الحدوى من أمام بئر السيدة العذراء بيت ساحور. برعاية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، ألقى كل من قدس الأب منيف حمصي كاهن دير سيدة كفتون التابع لأبرشية جبل لبنان الأرثوذكسية، والدكتور عدنان طرابلسي مؤلف لاهوتي في أخلاقيات طب الحياة، ألقيا محاضرتين في النادي الأرثوذكسي بعمان، حضرهما عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المدعوين. تركزت محاضرة الأب منيف حول العائلة المسيحية وتحديات العالم المعاصر، فيما تحدث الدكتور طرابلسي عن الإنسان في التدبير الإلهي والدينونة،
وبعد المحاضرات التي استمرت يومين أجاب الضيوف على العديد من الأسئلة التي طرحت من الحضور بما يخص الكنيسة الأرثوذكسية وعقائدها. وبعدها قدم المطران خريستوفوروس دروع التكريمية للضيفين على تلبيتهما الدعوة وإلقاء المحاضرة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في الفاتيكان. الكنائس الأرثوذكسية في المملكة تحتفل بعيد الصليب المقدس. افتتاح العام الجديد لكلية الفلسفة واللاهوت في الإكليريكية الكبرى في بيت جالة. مجموعة كشافة كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان اللاتين في مادبة تحتفل بتجديد الوعد الكشفي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.